أنا دقيت قبل شوي لغنوة بس ما ردت علي، شكلها بعد نيمة. بعدت لها فويس مسج وقلت لها فيه إنه بدي شوفها بالسهرة وبدي خبرها بالحقيقة. صراحة بدي صراحة. بشو بدك تصرحها؟ بالحقيقة. وقبل ما تسأليني مثل العادي بلأمني شو هي الحقيقة، بقلك حقيقة مشاعري تجاهك. لا زياد، لا ما فيك تعمل هيك. لا، اللي بدي أقوله ما إله علاقة فيك، اللي بدي أقوله إله علاقة بمشاعري أنا مش بمشاعرك أنت. بس أنت هيك رح تخسرها. مش عم بقدر كفي معها بشكل طبيعي، كل الوقت عم فكر فيك، وهذا الشيء بيمنعني إنه يبقى معها. تعرفيني أنا ما بعرف ألعب على الحبلين. اسمعي دانيا، إذا أنا تركت غنوة ما رح أجبرك فيه. فيك تعملي اللي بدك إياه وتحسي اللي بدك إياه. خلص زياد خلص، أنت عم تتسرع كتير. خلص بليز، ما بدي أحكي هلأ بالموضوع، رح أوصل على شغلي. شغلني لك هلأ لحتى زعلت هيك؟ ما بعرف، بس صراحة غريبة أنت. كل ما قضينا وقت حلو سوا بتقومي تاني يوم مفصومة وبعدي عني. لأني ضايعة، ضايعة، أنا ضايعة، مش عارفة حالي شو بدي، مش قادرة أوعدك بشي ولا قادرة أضمن لك شي ولا. مش مهم، خليكي على راحتك. إذا بدك شي حكيني، أنا رح أوصل على المخفر.